مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناه الصحه والجمال، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج حياتنا. النهارده احنا هنتكلم عن موضوع هو مش مختلف، هو موضوع يخص كل ست. بس قبل ما ابدا بالحلقه هخلي زميلتي دينا هي اللي تعرفكم بدفت اللي منوراني في الاستوديو وهتعرفكم بموضوع الحلقه. ايه ازيك يا دينا؟ ازيك يا نرمين، عامله ايه؟ الحمد لله. دلوقتي احنا معانا الميك اب ارتست سماح الفقي. اهلا بيك، منورانا. عايزين نعرف دلوقتي ازاي بداتي مشوارك في الميك اب وايه الصعوبات اللي واجهتيها في المشوار بتاعك ووصلتي لحد فين مثلا؟ الحمد لله. والله يعني انا كنت في الاول كوافيره وبعد كده ابتديت ان انا اكون ميك اب ارتست. انا بحب الميك اب قوي يعني، فالحمد لله يعني اخدت كذا شهاده والحمد لله فتحوا والحمد لله الدنيا حلوه يعني. ربنا يخليكي. ميرسي. دلوقتي عايزه اسال حضرتك، هو احنا دلوقتي هنبدا بقى في الحلقه اللي هو ازاي انا لو عايزه ابدا احط ميك اب، قبل ما احط الميك اب المفروض احضر البشره ازاي؟ بالنسبه مثلا خارجه بالنهار ولا ميك اب ايه؟ ما في كذا ميك اب. طب لو ميك اب بالنهار؟ بصي بالنهار يفضل بتبقى حاجه هاديه يعني. طب احضر البشره ازاي؟ يعني ممكن مثلا بتمسحي بمية ورد مثلا، في مرطب تحطيه، تحطي حاجات بقى بسيطة جدا، مثلا لو رايحة جامعة، لو نازلة مثلا عند ماما، مشوار بسيط، فما يبقاش ميك اب اوفر قوي يعني، بيبقى حاجة سيمبل، حاجة هادية قوي يعني. طيب في العين بقى، احنا يعني لما بنيجي نعمل ميك اب العين بنبدا الاول بالميك اب بتاع العين ولا بنبدا بالبشرة الاول ولا؟ بصي انا عن نفسي، انا كميك اب ارتست انا اول حاجه ببدا فيها هي العين، وبعد كده ببدا بقى بقيه الوش. لكن انا اتعودت ان انا ابدا اول حاجه اخلص العين خالص. ليه بقى؟ بيواجهني ناس كتير عينيها بتدمع مثلا، وده بيحصل معايا كتير جدا، فبكون انا مطمنه يعني ان انا لسه ولا وزعت فونديشن ولا اي حاجه، فبتعامل بقى براحتي، وهي كمان بتبقى برده براحتها، ما بتبقاش قلقانه، بس عينيها بقى بتكون بتدمع كتير، فانا بقدر اسيطر يعني اني لسه ما وزعتش اي حاجه على البشره. طب المفروض الاول ببدا بفاونديشن ولا بحط كونسيلر؟ ازاي مثلا احط الاول حاجه ميك اب، الاساسيات ايه؟ لا بصي، اول حاجه لازم طبعا اكون عامله تنظيف بشره كويس جدا، بالذات لو هي عروسه، بس يكون قبل يعني يفضل قبلها بحوالي 10 ايام 15 يوم، عشان في ناس كتير قوي بتخطئ الخطا ده، وده مش صح. هما بيعملوا تنظيف بشرة قبليها بحاجة بسيطة وده غلط، او يعني تعمل حاجة اسمها واكس برضو ده غلط جدا، تعمله قبل الميك اب غلط. لازم يبقى قبليها برضو بشوية، او يستعمل تبقى فتلة، بلاش يكون واكس، مش صح يعني. طيب حضرتك بتحبي تشتغلي في البشرة السمراء ولا البشرة البيضاء، ولا ايه اللي بيبقى مريح مع حضرتك في؟ بصي انا بشتغل في كل البشرات، بس بحب قوي اشتغل في البشرات السمراء، بحس ان انا بفنن اكتر يعني في بس انا عامه بحب الميك اب، بحب شغل الميك اب قوي يعني. يعني بتحسي البشره السمراء معاكي احسن وبتطلع معاكي اللوك حلو؟ لا ليه، هقول لحضرتك على حاجه، لان كده كده اللي هي البشره البيضة بتبقى مثلا بيضة، بس طبعا استمر نص الجمال طبعا مغلطنا. فبحب اشتغل في البشره السمراء برضو، وتحسي ان انت فننتي حاجه يعني، عملتي حاجه. طب هو دلوقتي البشره بتختلف في انواع الفونديشن صح؟ او طبعا اكيد طبعا، مش اي في ما في بشره دهنيه، في بشره مختلطه، في وبتختلف في طريقه حط الميك اب. طبعا طريقه التنظيف والتحضير. بصي انا عن نفسي يعني بستعمل كذا فونديشن معايا، لان شنطه الميك اب بتبقى فيها كذا حاجه، لان انت بتبقي رايحه مش عارفه يعني، لو حد حاجز مثلا معاكي انت ما بتبقيش عارفه انت رايحه للشخصة نفسها ايه، البشره دهنيه، فلازم يبقى معاكي في كل الشنطه كل حاجه مجهزه معاكي، انواع الفونديشن كلها، الارقام، ماركات. ده بالنسبه للميك اب الارتست يعني. طب ايه يعني اللينسز بقى، بيبقى في الوان معينه ولا انا ممكن احط اي لون عادي بيمشي معايا ولا ايه؟ بصي في جميع الالوان، بس طبعا مش بتليق على اي بشره ولا على اي عين يعني. انا بالنسبه لي لما باجي اشتغل على عين تكون واسعه، مش بفضل تجيب لينزز فاتح، الجريات والحاجات دي لما بتكون واسعه لا طبعا ما افضلش يعني، ممكن اللي هي العسلي، الحاجات دي بتليق على العين الواسعه. عشان كده احنا ساعات بنلاقي مثلا اللينزز شكلها داير قوي، ساعات بتبقى مثلا مش واضحه. لكن العين مثلا لو ضيقه مثلا شويه، فبيفضل ان تكون اللينزز افتح، بتبقى احسن.
طبعا يعني. طب احنا دلوقتي عايزين نعرف لو في عيوب في البشره زي الحبوب او كده، المفروض بنداريها بايه؟ بصي انا بيبقى مثلا معايا حاجه اسمها كونتور ومعايا خافي العيوب طبعا، بيبقى في الوان بقى منه بخفي بيه العيوب. انا حتى في كذا صور معايا لو انت حابه ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي، هتلاقي في اختلاف يعني قبل وبعد كتير، وده طبعا بيتوقف للماركات اللي معاكي. استخدم الكونتور السائل تمام، وامتى استخدم البودر؟ بصي انا بفضل اللي هو السائل ما يكونش بالنهار، اللي هو الدهني دوت ما يكونش بالنهار. البودر بيبقى احسن شويه وممكن يقعد معاكي اكتر. طب هو الدهني يمشي عادي مع البشره الدهنيه؟ لا بصي، بس لازم تكون الاول اول حاجه تكون منظفه البشره كويس، عشان لو بشره دهنيه يعني عارفه دي اكتر حاجه بيبقى الميك اب فيها مش ثابت، فلازم بيبقى ليها حاجات لازم تعملها قبليها طبعا قبل الميك اب يعني. طب هي كل انواع البشره بتبقى محتاجه كونتور، ولا في ناس مثلا وشها بيبقى رفيع شويه ما بيتحط لهاش كونتور في الخد؟ بصي ما هو لو هي وشها فعلا رفيع احنا ممكن بنرفع الخدود كده بتدي شكل حلو، وانا بحب اشتغل قوي برده في الوش الرفيع، بعمل كونتور حلو، بعمل خدود حلوه برده. لو مثلا المناخير مثلا كبيره بنقدر نلمها علشان او بشوف كذا رسمه طبعا لكن لو وشها مليان طبعا الطريقه بتبقى مختلفه خالص يعني. تمام. لما الوش المليان بيختلف جدا بيتعبك اكتر في انك تعملي فيه ميك اب او كده؟ بصي هو مش بيتعبني طبعا، بس يعني بتقدري تفنني فيه برضو اكتر، لان في حاجات بتبقي محتاجه ان انت تداريها طبعا في البشره او في الوجه عشان الميك اب يطلع يعني حاجه حلوه طبعا، فبتضطري ان انت فعلا تنحتي الوش بالكونتور اكتر. طب الاي برو بيبقى ليه درجات مثلا مختلفه في اخر الحواجب؟ بيبقى مثلا درجه غامقه قدام تبقى فاتحه، ولا كله درجه واحده؟ عشان احنا برضو بنشوف حاجات غريبه كده. هو بصي كل واحد حسب في ناس فعلا بتعمل رسومات فظيعه اسود مثلا وهم اصلا حواجبهم بني. ايوه طبعا. لا بصي في يعني في عندك كذا حاجه، في جل بيبقى لونه هادي، جل حواجب، في باودر، في ماسكارا بتبقى خفيفه جدا زي اللي انا حطاها مثلا. بيبقى في جل فعلا وفي باودر، على حسب الحاجب اللي قدامك. لو الحاجب مثلا رفيع بتقدري تشتغلي مثلا بجل لو كده، فلو الحاجب مليان قوي ما افضلش ان هو يترسم كتير بالباودر يعني مش بيبقى حلو. طب وفي ناس بتستخدم بقى قلم، بيبقى قلم والله بصي القلم ده انا ما يعني مش بشتغل بيه خالص، لان بجد يعني انت لو اخدتي بالك بيوقع يعني، ممكن بالقلم تلاقي ثلاث اربع شعريات في قلب القلم، ده مش صح. فطبعا بيضطر بتلاقي فاضي، وانا عندي ناس كتير قوي بتجيلي وانا بطلتهم موضوع القلم دوت، بيبقى صعب يعني، فضي الحواجب. طب هو دلوقتي بيبقى في ماسكارا بتبقى ووتر بروف، وفي ماسكارا اللي هي العاديه. ايوه تمام. انت دلوقتي اني اللي بتبقى احسن للصبح واني اللي احسن بالليل، ولا هو الووتر بروف بتبقى احسن في كل الحالات؟ طبعا بتبقى حلوه طبعا، ما فيش اي مشكله، بس في طبعا على حسب اللي يعني الماركات اللي انت بتجيبيها برضو، في على حسب ظروف كل واحده، ما مش كل واحده هتجيب حاجات اوريجينال، فاهمه ازاي؟ مش كله، فممكن يعني ممكن حد يشتغل كده وحد يشتغل كده. بس الماسكارا اغلبيه الووتر بروف بتوقع الرموش وكده. ما هو طيب، ما هي ده طبيعي ان انت لازم تبقي جايبه حاجه يعني تكون ماركه، هيبقى افضل للعين كمان، وبالذات حتى لو العين حساسه او كده لازم يعني حاجات تبقى ماركات معروفه، فالدنيا بتبقى كويسه وبتبقى احسن يعني. طب وايه النصايح طيب اللي حضرتك تقدميها عشان الرموش وكده، اللي هي المفروض حد يستخدمها قبل الميك اب وكده؟ قبل الميك اب؟ يعني بالليل مثلا انا عايزه اعتني ببشرتي لو انا تاني يوم عندي فرح او حاجه، تمام، وعايزه احط حاجه على الرموش، على بشرتك كلها ولا على رموش معينه يعني عشان تطور الرموش؟ بصي والله سمعت في اي حاجات زي جوز الحاجات دي. لا دي فعلا دي حقيقه قوي، والفازلين الطبي حلو جدا على فكره، بتنضفي الفرشه بتاعت المسكره نفسها تغسليها كويس جدا وتعملي بيها، دي حلوه وبتطول الرموش حلوه جدا جدا. طب بالنسبه للاسعار بقى المهوله اللي احنا بنسمعها دايما في الميك اب ارتست بقى 9 10 واحنا طالعين عشان خاطر بس اروح اقعد ساعه احضر الفرح مثلا حقيقة، او عشان الخطوبه او عشان فرحي واقعد ادفع مبالغ قد كده، ده غير بقى بقيه التجهيزات وكده، ده بصي بيبقى والله إيه؟ بصي انا فعلا انا بسمع برضو زيك، بس انا مش عندي الارقام الفلكيه قوي دي الحمد لله يعني، انا بحب شغلي، فمش مش ببص لحته الماده دي خالص.
هو المفروض ان يعني في ناس بتيجي تقول لي كان عايزه اعمل ميك اب ارتست، يعني ايه عايزه تعملي ميك اب ارتست؟ لا ده حاجه ثانيه خالص، يعني هي الشخصيه اللي هتعمل لك هي اللي اسمها الميك اب ارتست. أيوة. فدي ناس كتير قوي بتيجي تقول لي انا عايزه اعمل ميك اب ارتست. الميك اب كله واحد، ما فيش حاجه اسمها ميك اب ارتست. هي الشخصيه اللي بتعمل لك الميك اب هي دي اللي اسمها الميك اب ارتست، بتعمل لك ميك اب بس مش ميك اب. تمام. بس فهي دي نقطه يعني. فطبعا الناس، في ناس كتير قوي بيضحك عليها بالموضوع دوت، هعمل لك ميك اب ارتست، يعني ايه هتعملي لها ميك اب ارتست؟ فبالتالي بقى تسمعي بقى ارقام، ده مش عارفه خد 8 10 فعلا ارقام. وكمان دلوقتي الفتره دي الموضوع دي بقى صعب، يعني انا عشان الاقي مثلا حد في السعر المناسب اللي انا اقدر ادفعه لا بنتعب جدا يعني. انا معاكي اهو، معاكي الرقم واي وقت. طب المداخله التليفونيه دي معانا هنا. الو الو. ايوه هنا. الو. ايوه يا هاني سامعينك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام سامعينك. انا الحاجه هاني. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ حضرتك عايزه اكلم مدام سماح. مدام سماح ممكن حضرتك؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بيكي مدام سماح. سامعاكي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا الحاجه هانم ابراهيم. عامله ايه حبيبتي؟ عمتي. انت عمتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ ربنا يوفقك يا حبيبه قلبي. تعيشي يا عمته. تعيشي يا حبيبتي. تعيشي يا عمته. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله يا عمتي. ربنا يوفقك. امين يا رب. دعواتك يا عمتي. تعيشي يا حبيبتي. تعيش يا عمتي. ميرسي. شكرا شكرا. ميرسي بجد، اتفاجئت من المكالمة الحلوة دي. ميرسي. شكرا جدا لحضرتك. تعيشي. ميرسي خالص. دلوقتي هو احنا لو عايزين ننور البشرة، الوش نفسه، تمام، انوره ازاي؟ تنوريه ولا وهي رايحة المناسبة؟ يعني قصدك الأماكن اللي أيوة ازاي انوره؟ تمام. بصي أكتر حاجة يعني الأماكن اللي بقدر أحط فيها هايلايتر، هنا مثلا، هنا الجبهة مثلا، حاجة بسيطة، هنا منطقة الخدود، وبالذات لو هي خدودها ما فيش خدود، المناطق دي بتبقى بتنور بالهايلايتر، بتبقى حلوة قوي. بس هو الهايلايتر ساعات بيظهر ديفوهات في البشرة ولا ملوش علاقة؟ طبعا ساعات بيظهر. بيظهرها. بس لو طبعا البشرة متظبطة فونديشن والدنيا كويسة وكونتور وكده أكيد مش هت. طب هو ميك اب السواري بيفرق عن ميك اب الزفاف؟ يعني بيبقى مختلف يعني بتحطي حاجة مختلفة ولا هو بيبقى؟ طبعا، لأن في فونديشن أنا بستعمله للعرايس، في فونديشن بستعمله للسواريهات، مش كله حسب اللوك اللي هي عايزاه طبعا يعني، فبيختلف فعلا، دي حقيقة. طب دلوقتي هناخد الصور هتتعرض معانا على الشاشة. تمام. اوكي. الصور معانا حضرتك علقنا عليها. دي مريم، دي صاحبتي وكانت خطوبتها، بس هي طبعا لبست الفستان في البيت. انا عايزاكي حضرتك تقولي لنا انت مستخدمة ايه الحاجات. تمام. اللي حضرتك مستخدميها بصي انا كنت، هي كانت عايزه ميك اب هادي جدا، هي مش بتحب الميك اب السارخ، فانا استعملت لها طبعا ساعتها عملنا فونديشن نيرس انا بحبه جدا، بحب اشتغل بيه، حطينا حاجه بسيطه جدا عشان هي مش عايزه ميك اب كتير. الانف صغرناه طبعا شويه، كونتور عملنا هنا سنه خدود شويه، العين كانت هاديه جدا، حواجب كانت. حضرتك بتساليهم هم عايزين ايه ولا؟ بصي هو في زبون يعني بيقول لي مثلا لا انا هسيب نفسي ليك يا سماح وانت اتعاملي. وفي حد يجي يقول لي مثلا بصي احنا عارفين شغلك كويس، بس معلش ممكن مثلا يبقى اهدى، على حسب. انا ناس طبعا بتتعرف في الموضوع ده اكيد. لا والله انا كل 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 حبايبي كويسين جدا، مش بيتعبوني بجد. طب والصوره دي حضرتك؟ دي ده كان ميك اب سواري، كانت رايحه فرح اخوها يعتبر، فكان ميك اب سواري. حضرتك بتعرفي نوع البشره ولا هم اللي بيقولوا لك عليه قبل ما؟ لا انا لما بشوف قدام الشخصيه دي انا طبعا كنت عامله لوك ليا. ده كان سواري ولا كان؟ بس كانت العين هاديه جدا، فكنت ظاهره الروج اكتر، كنت حاطه لون احمر. هو ممكن حد يجي يقول لك انا مش عايزه العين تظهر اكتر ولا؟ في ناس طبعا. طب انا امتى تقل العين الميك اب بتاع العين؟ لما تكون العين واسعه ولا ضيقه واحط لها ايه؟ لا لو العين ضيقه ما افضلش ان هي تكون فيها ميك اب كتير، وافضل تكون فواتح، لان لو غوامي هتضيق العين بزياده.
يعني ممكن بنستعمل مثلا الكحل الابيض ده بيوسع العين، كحل بيج بيوسع العين للعين الضيقه. للعين الضيقه والعين الواسعه يعني ممكن بقى الحاجات غوامق شويه بيظبط بيضيق معانا العين اكتر. في حاجه طالعه بقى دلوقتي اللي هو البلاشر الكريمي اللي هو بيستخدموه البنات دايما وهم نازلين او كده او رايحين الجامعه او كده. تند ولا البلاشر؟ هو بلاشر كريمي او تنت يعني ده او ده الاثنين كويسين، بس يعني كنت بسمع ان هو مش حلو شويه على البشره، فده صحيح ولا؟ ما هو تنت مش وحش بصراحه، كل البنات دلوقتي طالعه فيه وبيستسهلوه يعني. في بنات كتير ما بتعرفش تحط ميك اب فبتستسهله، وبرده في بيحطوه بطريقه مش صح خالص. في بيحطوه بطريقه مش صح. طب هو ازاي يتحط طيب، ولا هو اساسا حضرتك ما تفضلهوش اساسا؟ بصي انا بالنسبه لي انا مش بستعمله، بس هو يعني في لوكات بيبقى حلو بيها بصراحه، في بنات بيبقى حلو عليها، وفي بنات بتحطه يعني بتلاقيها وشها مش يعني متظبط بيه. يعني مع كل البشره عادي الدهنيه؟ لا طبعا مش كل البشره طبعا، لا تند مش كل البشره، لا مش هو بيبقى لونه وردي خوخي، فبتحسي ان هو بيلطعوه هنا قوي كده، فما بيبقاش، فلازم يتحط صح يعني. طب بالنسبه للرموش بقى، يعني بنشوف احجام مختلفه للرموش ولما بتيجي تتركب برضو يعني بنواجه فيها مشكله ان هي كل ما بنحطها بتتشال وبتلزق، واللزقه اصلا بعد كده ما بتعرفيش تحطي منه ميك اب والدنيا بتتبهدل خالص بقى. دي حقيقة. بصي يفضل قبل تركيب الرموش بترفعي الرموش بمسكره عادي جدا وبتسيبيها تنشف شويه تتهوى، وبعد كده بتجيبي لزق الرموش الجلو بتاعها وبتسيبيه برضو حوالي 3 ثواني كده، وبعد كده مش بتخليها، بلاش نخليها تغمض، لان تغمض دي بتدهوي الميك اب او حاجه او عينيها او اللزق يجي في عينيها. فاهمه؟ في لوك قدامنا كده تمام. ده كان لوك سواري، ودي حبيبه قلبي بتعمل عندي دايما يعني، دي حبيبتي طبعا اكتر من اختي طبعا. دي رسمه العين تقيله شويه في هي بتحب اللوكات، بتحب اصلا عينيها هي اللي تبقى باينه اكتر حاجه، بس هي اصلا جميله في كل حاجه يعني. بس ودي برضو بنوته برضو كانت رايحه مناسبه. ده سواري هادي. هو الميك اب بيختلف من سن لسن طبعا، كل سن انت بتحطي له بيجي لي طبعا في بيجي لي بنات بتبقى صغننه خالص، فمش بحط لها ميك اب كتير يعني، حاجات بسيطه جدا عشان برضو ما مش بحب ازعل حد يعني ويبقوا مبسوطين كلهم. بس دي كان ميك اب سواري وكان هادي برضو. طب مش هو لو جالك مثلا بنت لسه يعني اللي هو سنها صغير تمام وقالتلك تحطي لي ميك اب، هتحطي لها المفروض ايه الميك اب اللي تنصحيها تحطه؟ صغننه سنها صغننه يعني مثلا ثانويه عامه كده، اللي هم الناس اللي لسه داخله اولى جامعه، بس بنحط ايه بالميك اب اللي يحطوه؟ بنحط فونديشن هادي جدا قوي، بلاشر، ممكن ايلاينر يعني رفيع جدا، رموش خفيفه، او ممكن ماسكارا تكون كويسه، روج هادي. لان في بنات كتير قوي بتجيلي بتبقى فعلا عايزه نو ميك اب، حاجات خفيفه جدا يعني. طب لو واحده جت وقالت لك انا عايزه ميك اب تقيل؟ والله ده بيرجع ليها هي، انا بس انا بنصح يعني، انا ممكن اقول لها مثلا يعني انت وشك مثلا حجم كبير فبلاش نعمل ميك اب كتير، هم مفكرين ان يعني انت جايه بقى دافعه فلوس مثلا يبقى لا حطي لي كل اللي في الشنطه، لا مش صح طبعا، حسب البشره اللي قدامي والوش نفسه بقدر اشتغل، بس هي دي كل الفكره، لكن مش اي حد حطي لي ميك اب حاضر طيب تمام. لازم طبعا اقول لها. درجات الروج بقى انت بتفضلي درجه معينه ولا على حسب برضو الميك اب والدريس وكده؟ طبعا على حسب، بس في انا بحب اشتغل الكشميريات الحاجات الهاديه دي، وفي لوك بيبقى مثلا العين هاديه قوي بحب بقى مثلا احط روج احمر، احط روج فوشيا، الالوان دي لما تكون العين هاديه الكشميريات انا بحبها جدا طبعا، بحب اشتغل في الالوان الهاديه طبيعي حاجه زي كده مثلا. دي بتبقى حلو. تمام. ده ميك اب سواري. دي قالت لي انا كنت احسن من فرحي، بس هي ما كانتش عندي، كانت رايحه مناسبه. دي بنوتي، دي بنتي اللوك ده انا اللي عاملاه لها. طب دلوقتي حضرتك انا شايفاك حاطه ميك اب سيمبل خالص. تمام. عشان الشمس وكده ولا ليه؟ يعني انا بالنهار اولا، فانا نازله اصلا من البيت الساعه 12، فمش طبيعي ان انا احط بقى كل حاجه في البشره يعني، انا حاطه حاجه بسيطه قوي. دي نصيحه برضه حبيبتي. يعني حاطه مسكره خفيفه قوي وبلاشر بسيط جدا وروش بس.
ومظبطه ماسكارا خفيفه قوي في حواجبي بس كده. هو ده الميك اب. ما تنصحيش اي حد ان هو يحط ميك اب تقيل الصبح عشان الشمس وكده؟ اه طبعا. حتى تلاقيني ان انا مش حاطه اي لاينر ولا حاجه، فده يعني بيبقى احسن يعني الوش يبقى او البشره تبقى مرتاحه يعني، او مش دايما بحط ميك اب. استخدام الفاونديشن يعني يوميا مثلا بيبقى ليه خطوره على البشره؟ طب بلاش يعني، بلاش بلاش طبعا يعني، كل يوم كل يوم دي حاجه مش صح يعني. طب هو بترهق البشره وبلاش. بس في ناس بتحط سان بلوك قبل. ممكن يبقى في درجه فاونديشن برضو فيه شويه حاجات بتبقى بتبقى خفيفه، بلاش كفر عالي قوي لو لو هي مضطره تحط كل يوم بلاش طبعا. في حاجه بتبقى خفيفه قوي بلاش تحط اكتر يعني، اتقل عشان ما البشره ما تتضرش يعني. بس فهو بالنهار اصلا يعني لو مش حاجه مهمه بلاش يبقى ميك اب كتير يعني. بس في بنات بقى بتبقى حابه تنزل بميك اب اوفر، فدي غلط يعني، غلط على البشره بجد يعني. بس فهي دي كل استخدام الكونسيلر كل يوم يعني، لو حد بيستخدم كونسيلر كل يوم ده بيساوي تحت العين ولا بيأثر على عينه كده ولا ايه؟ ليه كل يوم؟ ما هي ممكن تعمل حاجات ممكن حاجات طبيعيه يعني بتظبط تحت العين اكتر يعني. مثلا عندك ممكن ميه القرنفل دي حلوه جدا تغسل بيها وشها بتنظيف بقطنه كده، دي رائعه بجد. دي لاي بشره عادي ولا؟ حلوه جدا جدا بجد يعني. ما تغلي ميه القرنفل وتصفيها كده وفي بخاخه وبقطنه وتمسح بيها كل يوم، تحفه بجد. دي اول مره اسمع عنها. لا حلوه جدا بجد. وكمان حلوه للتجاعيد، جميله جدا حلوه. طب والايلاينر كده كتره برضو بيغمق العين وكده؟ ايلاينر ولا الايلاينر؟ لو واحده مثلا كل يوم بتحط ايلاينر ده بيغمق العين ولا ده بيعمل؟ لا مش بيغمق ولا حاجه، بس ما افضلش ان هي تنام بيه. اي ميك اب بلاش ننام بيه. لا هي طبعا بتعمل الرسمه اللي هي حباها، بس بلاش يعني يغمق معاها. لا مش هيغمق ولا حاجه. طب في حاجه تبقى مفيده للبشره مثلا لو في بنت كل يوم بتحط ميك اب، في حاجه تبقى مفيده ليها اكتر من الميك اب بس تدي يعني نفس يعني حاجات انواع معينه كده ممكن تستخدمها كل يوم بدل الميك اب يعني؟ ترطيب مثلا للبشره، تحط بقى حاجات خفيفه جدا قوي عشان برده ما تضرش البشره. ممكن بلاشر باودر خفيف جدا عشان هي مضطره ان هي تعمل ميك اب كل يوم، فتحط حاجات خفيفه عشان ما تضرش بشرتها. دي اهم حاجه طبعا، لان البشره دي والعين دي اكتر حاجه صعبه. أيوة يعني أكيد. طبعا. بس فهي دي الفكره كلها. طب طريقه تنظيف البشره الصح ايه؟ اللي هو بعد ما اخلص ميك اب وخلاص انا الميك اب اهو، عايزه بقى انضف بشرتي ازاي عشان هنام وكده وازاي؟ بصي هي ممكن طبعا بقطنه واي كريم ترطيب تنضف البشره لو هي ما عندهاش اي حاجه يعني في البيت. ممكن اي كريم ترطيب هتنضف بيه البشره او ميه ورد عشان خاطر تنام البشره ما فيهاش اي حاجه تضر البشره يعني، لان الميك اب غلط جدا تناموا بيه، غلط جدا. الناس بتستسهل كتير. فعلا. انا كنت الاول كده، بس طبعا عرفت الاضرار بطلت الموضوع ده خالص. طب في مثلا غسول معين او حاجه معينه ممكن؟ ما هي ممكن في بنات البشره خالص في بنات كتير قوي في البيت ما بيبقاش مثلا او امكانياتها ان هي ما تجيبش غسول او الحاجات ديت، فممكن قطنه وميه ورد تنضف بشرتها وده يبقى اسهل حاجه ليها. في حاجه برضو بسمع عنها اللي هي التونر لتنظيف البشره. ده كويس جدا برضو. هل كل البشره كل الانواع صح؟ مفيش مشكله. بس في بنات كتير قوي ما طب بتبقاش. طب واحنا دلوقتي معلش بس الوقت خلص طبعا بسرعه، بس عايزين قبل ما ننهي الحلقه عايزاكي تقدمي نصيحه لاي بنت عايزه تبدا مشروع ميك اب ارتست، تعمل ايه؟ بصي اي نصيحه للبنت عايزه تبدا مشروع تحب شغلها جدا، تحبه جدا، تدي يعني كل طاقتها لشغلها، دي اكتر حاجه هتساعدها ان هي ان شاء الله توصل وتبقى كويسه باذن الله. دي اكتر نصيحه ان هي تحب شغلها جدا وتحب الشخصيات كلها اللي هي بتتعامل معاها، فتلاقي الدنيا سهله واحسن. ما خلصش طبعا مع حضرتك. ربنا يخليكي. انا اللي اتشرفت بيكم ان شاء الله، طبعا مش اول مره ولا اخر مره ان شاء الله. اتشرفت بيكم. ميرسي للاستضافه. ميرسي خالص. ميرسي ليكم. اتشرفت بيكم. شرفتونا جدا، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جايه في برنامج حياتي. الى اللقاء.